اسمي جنان، عمري 19 سنة، إلي مبلشة بمشروعي 3 سنين. بلشت لما كان عمري 16 سنة، هو صار معي يعني صدفة. أنا كتير بحب الأعمال اليدوية والرسم، وبرسم من تقريباً عمري 5 سنين، يعني كتير بحب الأعمال اليدوية. فكانت طالع جديد هذا الإشي إنه تعملي مجسمات من عجينة السيراميك وتزيني فيهم مقات، ميداليات، يعني أشياء مختلفة. فجربت، جبت طريقة العجينة من النت، أنا بصنع العجينة يعني بإيدي، وجربت أعملها. أول مرة ما زبطت معي بصراحة، فأنا حكيت هذا الإشي كتير صعب، مستحيل أقدر أكمل. بس بعد كم شهر جربت كمان مرة وزبطت معي. صرت أعمل أفكار جديدة، أرسم رسمات مش موجودة يعني هيك من خيالي، وكمان كنت أعمل ألوان غريبة إنه عشان الناس إن تشوف هذا الإشي غريب. وحسيت الناس حبت المقات اللي عليهم أسماء وأحرف، فصرت أعمل ديزاينات مختلفة. وكمان بعد سنة من شغلي كتير بنات طلبوا مني إني أبلش أعمل دورات تعليمية. فالحمد لله بعد سنة من يعني لما كان عمري 17 سنة بلشت أعمل دورات تعليمية، وكتير نجح الموضوع الحمد لله، وكانوا كل البنات اللي سجلوا عندي يطلع شغلهم زي شغلي. بحس لما تكون القطعة فيها أكتر من لون إنه هيك بتجذب النظر أكتر، فبحب أدمج بين الألوان. وفي ألوان بعملها بتكون غريبة، يعني إنه أصفر مع نهدي، كتير بحب أدمج الألوان الغريبة. أكثر مج يعني كتير بحب أعمله هو البومة، هيك بحس إنه هيك بشبهني، كتير بحب البومة فبحب أعملها. كمان بحب أعمل الورد، الناس كتير بتحب إنه تعمل إشي مميز خاص فيها. ممكن كمان هي تختار مثلاً الورد اللي بدها إياه بالشكل اللي بدها إياه وتضيف اسمها. فكتير الناس حبت هاي الفكرة إنه هم يختاروا تصميم المكتبعهم زي ما بيحبوا، يكون إنه مميز ما في زيه اثنين. إضافة للمقات أنا كمان بعمل أشياء تانية، بعمل صحون إنه هيك تكون كتحفة عليها أسماء أو عبارات مع تصميم. كمان بعمل ميداليات بأشكال مختلفة، كمان بزين كفرات التليفون، وفي ألواح خشب اللي بتكون هيك تنحط على باب البيت كمان بزينهم بالعجينة. بتمنى لقدام أكبر مشروعي أكتر وأعمل أشياء غريبة أكتر وغير المقات، يعني إن شاء الله لقدام. وحابة كتير لقدام إن شاء الله إنه أصير أعمل، أنا هلأ دوراتي كلها أونلاين، إنه أصير أعملها بمركز أو يعني بمكان إنه أشوف البنات المسجلين عندي.